شو يلي عم يصير؟ حدا عنده تفسير؟ هذا الحكي ما له غير تفسير واحد، هاد اسمه جنان. عن سابق اصرار وترصد لان المجرم شو صار انه العرسين بيوم واحد؟ نحن عرس مين بدنا نحضر؟ بغض النظر عن انه فادي ابن خالتي، بس انا مستحيل اني اترك ميديا بهيك يوم. وهنادي؟ ايه شو عرس هنادي اليوم؟ مو هيك قصدي، قصدي هنادي عرس مين بدها تحضر؟ يا الله والله شغلي بتحير، يعني ليش هيك عم بيعملوا فينا؟ انا برايي بنحضر ساعة هون وساعة هون. ما نزفها بنفس الوقت، شلون بدك تحضري ساعة هون وساعة هون؟ ايه بنتشقف شقفتين. كمان مو حل. بالفعل مو حل. يعاقب فعلا حاجة تحير. يعني لو هم سألوني في البرنامج عن الفرحين أقول لهم إيه؟ حبيبتي هذا إذا وصلتي على البرنامج قبل ما يشقفوكي وينتفوكي، ساعتها أبي احكي اللي بدك إياه. يعاقب أخفال أشياء النجمة عن جنان اللي حصل. الجملة دي أنا سمعتها قبل كده. هنادي. بسم الله الرحمن الرحيم. انصرفي، لا تأذيني ولا أذيك. حد سمع حاجة يا بنات؟ فريمون لما بيجي النصيب ما حدا بيقدر يوقف بوشه. شامي، من وين طلع سامر بحياة ميديا فجأة؟ مو بعرف. ولينا هالسهتانة كيف زبطت أمورها بهالسرعة؟ كمان ما بعرف. وأنا مثل العادة دايماً لحالي. بيطلعوا الناس بحياتي فجأة وبيختفوا فجأة، مثل ما فارس اختفى فجأة. فارس؟ ايه فارس. نو فارس ما طلع بحياتك ولا اختفى فجأة، انت اللي طلعتي بحياته وعولتي عليه. الظلمة ما حكى شيء ولا قال شيء أبداً أبداً. يعني كنت موهومة؟ موهومة موهومة. بس وين ممكن يكون هلأ؟ ليش يا ربي أنا ما عم تزبط معي أبداً؟ ليش؟ ميديا؟ شو ما في مرحبا؟ مرحبا، مبروك قال عرسك بعشرين الشهر. ايه والله الله يبارك فيكي. ايه كان بودي اني احضر عرسك وافرح لك وشوفه انت عم تنزف لعروستك لينا، بس للاسف ما رح اقدر لان رح كون عروس بنفس اللحظه، وبتعرف ما رح اقدر اترك عريسي. مبروك وعن اذنك